البداية رح تكون حول نشاط جمعية أصدقاء حتى النخاع المستمرة بفعالياتها من سنوات في بلادنا وفي مجتمعنا بالأخص. مع ماري طنوز رح نحكي أكثر عن الصداقة الممتدة حتى النخاع. أهلا وسهلا. أهلا يا ماري. ست ماري مبدئيا تعال نبلش نحكي عن التأسيس. أول أهلا وسهلا فيكم، شكرا لاستضافتكم وتحية للجمهور. التأسيس كان للجمعية بال 2013 شهر 11/2013، بس إحنا استمرارية لمشروع اللي بدي مع الدكتورة أمال بشارة بال 2008 وكان اسمه نخبتكم تمنحهم فرصة للحياة. وعمليا الدكتورة أمال هي أول واحد فكر بحاجة إنه يكون في سجل للمنتسبين العرب مشان نقدر نطلع أكثر عدد ممكن من المرضى العرب، لأنه في أهمية لموضوع من يعني من أي فئة قومية أنت. كيف احنا من في هذا النوع من الاسئله لانه مثلا عاده بالتبرع بالاعضاء بيكون غير مشروط. اوكي، هون في اهميه لانه بفحصوا 10 صفات اللي هي موجوده بتطابق الانسجه، فكيف احنا بنلاقي 60% من المرضى بيلاقوا متبرع بالعائله، فالاحتمال انه يلاقوا متبرع بنفس الفئه القوميه هو اكثر لانه في صفات وراثيه مشتركه لنفس الفئه القوميه. هذا بقولش انه ما فيش امكانيه انه مريض عربي يتبرع لقوميه ثانيه او بالعكس مرضانا باخذوا كمان من محلات ثانيه، الاحتماليه أقل. بس الاحتماليه اكثر هي بنفس الفئه القوميه. فدكتوره امال كانت بسجل بمختبر تطابق الأنسجة بهداسة، وهي شافت إنه لما في مرضى عرب احتمال إنه يلاقوا متبرع من خارج العائلة كان كتير كتير ضئيل، فهي بدأت المشروع هذا بال 2008، ومن 2008 ل 2013 لحد ما 2013 اشتغلت بالأساس هي مع متطوعين، عملت كتير حملات وقدرت تجمع بهذه الفترة حوالي 30,000 عينة ليدخلوا لسجل النخاع، وهذا كان إنجاز كتير كبير. مري، يعني كثر من اللي بتابعونا قد لا يكونوا واعيين لا معنى التبرع بالنخاع بأي أوكي. أمراض، شو قصة كل هذا الموضوع؟ دائما بنسمع بيقولوا بحاجة لزراعة أو نقل نخاع ومزبطت أو مزبطتش، بس مش عجد فهمين. مزبوط، في كمان غلط أساسي إنه في كتير ناس بيقولوا نخاع شوكي. وإحنا بنحكي على نخاع عظمي مش عن نخاع شوكي. نخاع العظمي هو مخ العظم، هو المادة اللزجة اللي موجودة بالعظم بالأساس بالعظمات الكبيرة، وهو عمليا مصنع اللي بينتج كل مركبات الدم، هو بينتج كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء الصفائح. إذا بتسمعوا كتير مرات في حملات لنداء تبرع بصفائح لمرضى، عادة هدول مرضى لوكيميا اللي بيكون بحاجة يتبرعوا لهم بصفائح قبل الزراعة وبعد زراعة النخاع، كتير مرات هم بحاجة لكميات كتير كبيرة من الصفائح. ليش؟ لأنه في خلل بوظائف النخاع العظمي تبعهم، وهيك هم ما بينتجوا كل مركبات الدم كيف لازم. فهاي نقطة كتير كتير مهمة، إحنا بنحكي على نخاع عظمي مش نخاع شوكي. نخاع شوكي هو العمود الفقري، هو المسؤول عن موضوع الأعصاب، إذا واحد بتصاوب ممكن يصير عنده شلل نصفي أو شلل رباعي، أو إحنا ما خصنا بالمرة بالنخاع الشوكي، إحنا بنحكي على نخاع عظمي كيف قلت اللي هو مسؤول بي. إسه المرضى اللي بحاجة لزراعة نخاع عظمي في فئتين، في فئة المرضى الكبار بالعمر اللي ممكن يكون عندهم أمراض سرطانية بالأساس لوكيميا وأمراض سرطانية تانية، وفي فئة الأطفال اللي ممكن يكون عندهم أمراض وراثية. هدول الأطفال يعني عادة تكون الأم والأبو حاملين الجينات المريضة وبيخلق طفل مريض، احتمال إنه يخلق لأهل اللي تانين حاملين جين حامل المرض ممكن يكون 25% من كل حبل. ففي عائلات للأسف يكون عندها أكثر من طفل مريض بمرض وراثي، هدول الأطفال بكتير حالات العلاج تبعهم هو زراعة نخاع عظمي، وهدول الأطفال كمان إمكانية الشفاء تبعتهم كتير كتير كبيرة إذا منلاقي له متبرع بالوقت المناسب. يعني إحنا بنحكي عن أطفال إذا منلاقي له متبرع لحد نص سنة في إمكانية إنه إحنا ننقذ هذا الطفل إذا منلاقي له متبرع مناسب، طبعاً إذا ما لقوش بالعيلة. فينكم واحدة من الصور، صورة لمهران مع الطفل، مهران يتبرع لهذا الطفل لما كان عمره نص سنة، طفل اليوم عمره 13 سنة، طفل عادي زي أي طفل عادي، بيروح على الرياضة وبيروح على المدرسة وبيشترك مسابقات سباحة وكل إشي. يعني مهران أنطاه حياة لهذا الطفل، ففينا كتير أمثلة لهيك. فإحنا بنقول إنه في فئتين، الكبار والأطفال. كيف ممكن يكون حدا بده يجي يتبرع؟ كيف الآلية؟ يعني إيش طرق لازم يتبعها عشان يجي يتبرع للنخاع؟
أول شيء الإنسان لازم يكون موجود بالسجل. انضمام للسجل هو الإنسان بنطي عينة لعاب، بيعبي استمارة، للاستمارة فيها معلومات شخصية عنه، عمره وتاريخ ميلاد وشغلات من الشكل، وفيها كمان أسئلة إذا في عنده أمراض. بحال ما الإنسان ينطي عينة اللعاب ويعبي الاستمارة، إحنا بنبعتها للسجل. إحنا بنبعت عملياً، إحنا بنتعامل مع سجل عزر ميتسيون اللي هو سجل كبير بالبلاد اللي فيه فوق المليون إنسان، هو جزء من السجل العالمي. يعني كل عينة لعاب تنبعت عن طريقنا إحنا، بتوصل كمان للسجل العالمي، وهيك العينات تنخزن بالسجل العالمي. السجل العالمي موجود بهولندا، فيه 41 مليون إنسان بالسجل العالمي. إسا كل مرة في مريض بيصيروا يعملوا فحوصات ويشوفوا إذا في تطابق بين صفات المريض وبين العينات اللي موجودة بالسجل. ونفس الشيء لما إحنا بنعمل حملة ونجمع عينات لعاب كتير بنبعتها للسجل، وهن كمان بيفحصوا إذا في مريض عم بيستنى وبيلاقوا له متبرع. فهاي أول إشي. بحال ما لقوا تطابق بيتصلوا فينا. عملياً عزر ميتسيون أنا المندوبة تبعتهم بالشمال، الدكتورة أمال بشارة المندوبة تبعتهم بمنطقة القدس وضواحيها، عادةً بيبعتوا لي الاستمارة تبعت الإنسان. هذا الإنسان بتلا أنا بشوفه أنت أنت عينة اللعاب، أنا متذكر كتير الحملات اللي إحنا عملناها، ويعني بعرف بالقرى وغيره. فبتصل مع الإنسان بقول له أنت عينة لعاب بتاريخ الفلاني، اتصلوا لي إنك أنت مطابق لمريض، فهل بتحب بشرح له كيف بيصير التبرع وكيف ليش وشو أهمية التبرع. إنه إحنا بنحكي على مرضى اللي هذا العلاج الوحيد إلهم، يعني مريض اللي بحاجة لزراعة نخاع عظمي، الإشي الوحيد اللي ممكن يشفيه هو زراعة النخاع العظمي. العظمي ما دواء ولا الأدوية هي أشياء مسكنة، يعني مثلا مرضى سرطان بدهن علاج بالأول ليصير المرض بمرحلة تراجع. في فترة ذهبية لكل مريض وانت بقدر جسمه يستقبل زراعة نخاع عظمي. علشان هيك احنا بنقول كتير مهم انه نلاقي متبرع مناسب في الوقت المناسب. ست مريء، شو بيأثر علي كمتبرع؟ ليه الناس مش عم تقبل بالآلاف للتبرع؟ أول إشي يعني في عنا إقبال. أنا بقدر أقوله إنه بالسنين الأخيرة جزء كبير لا من بس بشكل مباشر شو بأثر مزبوط. علي يوم جيت تبرعت شو بصير؟ ما بيأثر عليك ولا إشي. أول في شغلة لازم يفهمها، للمستشفى اللي فيه المريض ولإلنا إحنا كسجل، سلامة المتبرع هي إشي أساسي إلنا. إحنا بتهمنا سلامة المتبرع، إحنا ما بنعرف المريض، وجدا جدا بتهمنا سلامة المتبرع. صح إحنا بدنا نساعد كل مريض، لو كان في أي أداة ما كانش بيعملوها. في تجربة عشرات سنين ولا مرة كان في إنسان اللي تبرع وصار عنده أي إشي مربوط بالتبرع. هو ممكن يصير عنده أي إشي تاني زي إنسان أي إنسان تاني. أنا ممكن أطلع من هون وأندهك، ممكن أنا عارفة أمرض يعني، بس إشي مربوط بزراعة بالتبرع بالنخاع ما فيش عنا في، ومش بس إحنا ولا بالعالم ما فيش حالات اللي بتقول إنه في ناس اللي صار عندهم أدى بسبب التبرع. قبل التبرع في تحضير للإنسان المتبرع. قلنا إحنا بنتصل مع الإنسان بنقول له طلعت مطابق، بطلبوا فحص دم مشان يتأكدوا، فحص الدم مشان يتأكد من سلامة المتبرع، ونتأكد إنه فيش عنده أمراض معدية اللي ممكن تسبب أذى للمتبرع. بيفحصوا مثلاً إيدز، بيفحصوا سفاري، بيفحصوا أمراض فيروسات وأشياء معينة ليتأكدوا إنه الإنسان معافى. وإذا لا سمح الله كان الإنسان في عنده أي مرض بيخبروه، بيبعتوا له إنه بالفحوصات اللي عملناها في عندك مشكلة، روح عند دكتورك واستشير. هذا يعني في مسؤولية للسجل، وبيفحصوا فحص طبي. الإشي هذا عادة بيصير في المركز، إحنا ببيت عتكفة بيصير الفحص. إذا الإنسان وافق وبده يستمر، وإحنا بنحب إنه يستمروا لأنه إحنا بنحكي عن حياة ناس، فبنطوه هرموني معين اللي هو محفز للنخاع العظمي مشان ينتج أكثر خلايا جذعية. عمليا لما الإنسان بيتبرع هو ما بيتبرع بكل الدم، هو بيتبرع بجزء من مركبات الدم اللي اسمها الخلايا الجذعية. فمشان هاي الخلايا الجذعية تكون موجودة بنسبة كافية في الدم، في حاجة ينطو هذا الهرمون عبارة عن أبر بأخذها 4 أيام قبل الزراعة قبل التبرع، اللي هي أبر تحت الجلد، يعني زي أبر الإنسولين كتير سهل. إسا الأبر هذه ممكن مرات كمان مرة، أنا برافق كتير متبرعين، مرات في بعض المتبرعين بمرق عليهم 4 أيام بحسوش بإشي، في بعض المتبرعين بيصير شوي وجع راس، بيصير شوي وجع عظم، بيصير شوي وجع بأسفل الظهر، بيصير شوي تعب. هاي ظواهر اللي إحنا منفهمهم إنه هذه الظواهر بتروح بعد التبرع، يوم يومين بعد التبرع الإنسان بيرجع عادي ولا إشي. هاي لأنه النخاع العظمي بيشتغل
أكثر بمجهود أكثر، فممكن تكون هذه الظواهر، بس هاي ظواهر عابرة. فيعني ما فيش أداة اللي ممكن يمنع الناس. اللي بيمنع الناس مرات إنه في أفكار مسبقة، في يعني أنا مرات الناس بيقولوا لي آه لا ابن عمي عمل وصار عنده هيك وصار عنده هيك ومزبوط الأشياء مش دقيقة. فإحنا منقول كل إنسان معافى، وإن شاء الله الكل بيكونوا معافين، في عليه مسؤولية إنه كمان يساعد الإنسان اللي مش معافى. يعني الصحة هي إشي أكتر إشي ممكن إنسان يملكه، والمرض ما بفشق ولا على حدا. كل إنسان ممكن يمرض، وكل إنسان إذا مش هو حدا بعيلته، حدا من قرايبه، حدا من بلده. هذا فمهم جدا إحنا كمان كمجتمع، وأنا بقول إحنا بنعمل مشروعنا هو مشروع إنساني ومشروع اجتماعي ومشروع وطني. كمان مرة إحنا بدنا نساعد كل المرضى، بس بهذه الحالة إحنا بنساعد أكتر مرضانا. يعني إحنا طبعا ما بنعرف مين المتبرع لمين مطابق. يعني لما في لنا توجيه أو إحنا بنتوجه للإنسان اللي بده يتبرع، إحنا ما بنعرف مين المريض. إحنا بنعرف إنه في مريض مرات بكتبوا لنا مثلا مريض لوكيميا عمره كذا، بس فيش عندنا أي تفاصيل تاني. وإنت ممكن يعرفوا سنة بعد التبرع، إذا سنة بعد التبرع المريض يتعافى، ومشان هيك باخدوا سنة مشان يتأكدوا إنه المريض يتعافى. بحال ما المريض يتعافى بعد سنة في إمكانية يلتقوا مع بعض. السجل هون المحلي بيسمح إنه للمريض والمتبرع يلتقوا ويتعرفوا على بعض، وفي عنا غير مهران، في عنا كتير ناس اللي تعرفوا على بعض. إسا بتلاتي تماني إحنا كمان رح نكون بالمركز هناك، وفينا متبرع ومريض اللي تبرعوا رح يلتقوا مع بعض. وفي مرات ممكن يكون المريض من خارج البلاد فممكن يتراسلوا. يعني بس أنا بقول هاللي الله بيختاره يكون مطابق لازم يشكر ربه مليون مرة إنه هو أخذ هذه الفرصة ينقذ مريض. خلينا نحكي أكثر كيف ممكن إحنا نزيد الوعي، دوركم أكثر، كيف ممكن تزيدوا الوعي لهذا العمل الإنساني أكثر في المجتمع؟ إحنا فينا صفحة بالفيسبوك، وعنا صفحة إنستغرام، وعنا مواصل اتصال مع كتير مدارس. يعني لحد قبل الكورونا المزبوط كنا كتير نعمل محاضرات في المدارس، بالكليات، بالجامعات، بالتخنون، بأي إطار، أي إطار مستعد إحنا نعمل المحاضرات مجاني. أنا سنين وأنا وغير يعني من أعضاء الجمعية والدكتور أمال عملنا محاضرات بكتير كتير مدارس وبكتير بلدات، بس مشان نشجع الناس ومشان نغير هذه الأفكار المسبقة إنه لا إنه التبرع آمن وإنه إحنا في حاجة وليش مهم. هذا هاي أحد الأشياء. طبعا كل إنسان بده يانا إحنا مستعدين نروح. هذا إحنا عادة كمان نتواصل مع نجمة داود الحمراء، مثلا مع جمعية في أمل، زميلي الدكتور بشير، إحنا كل الوقت بتواصل. وين في حملات تبرع بالدم، يعني أنا يوم الثلاثاء رح أكون بكوكب، قبلها كنت بمجد الكروم، قبلها بكذا محلات وين في حملات تبرع بالدم. عادة بنحاول كمان نتواجد هناك وناخد، لأنه عادة اللي بيجوا يتبرعوا بالدم هن ناس أبرياء أصحاء، فاحتمال إنه يقبلوا كمان يعني يكونوا منضمين. فأنا بفكر يعني كمان مرة بدي أقول مجتمعنا خير كتير، بس في مرات شغلات يعني مش مريحة إنه إنسان برفض يستمر. يعني بالنسبة لإلي يعني بشعر كأنه إشي شخصي، يعني إنه الإشي بيزعجني لأنه دائما في مريض يعني ورا الهدف، في مريض، في عيلة بتستنى، في ساعبين ما يفتشوا على كمان متبرع مرات ما بيلاقوش. كمان مرة أنا بحكي عنا إحنا العرب لأنه سجلنا إسا صح أكبر بكتير من البداية. يعني ب2008 كان عشرات، اليوم إحنا بنحكي على آلاف وعشرات آلاف الناس اللي صاروا موجودين بالسجل، بس برضو بحاجة لأكتر مشان نقدر نساعد أكتر مرضى. إن شاء الله ست ماري، يعني كمان حضورك في المحتوى وحديثك مع الناس عبر قناة مساواة وعبر هذا البرنامج يكون كمان مساهم في رفع الوعي. بدنا نشكرك ونشكر كل الطاقم اللي برعى هذا المشروع الإنساني، يعطيكم العافية. شكرا كثير وعن جد شكرا كثير، وشكرا للجمهور، وبتأمل إنه رسالتنا وصلت بطريقة واضحة، ويعطيكم ألف عافية.